وعن أوناكسن صاحبي المل والبوا الدنيا كجوكتان كن سو دوادا وربحينا دا توسكا يانكو يغنو حدي إيجيرا لناني دين كسو قدبينو يوتيوب كينا توب تو وراركا واتكم مهات سنتيهين فالعلينتي نيو داوشيدين نينتوبا هكاك تاني وحنكو يغينا مقالة الليرادو خيرقوف او مالميه ودن بيه إذا مذا يوكرين قولو كشيكتين إيو ورر هورلي وكسو بحي إسلاماركا نكو هادين إن إذا مذا يروشكا آي مقالة داسي قعنتو كوهاي آي سيغب بحين حالكا يادين سيدو كالاتو ورر كالدوين آياه يغانا كسو بحي الورديذا قارا يا تباحيا ين وراركا ايه مقالة ذاسي كاي مانا يا عيدا مادا الدولاد الروشكا اي هالكا سي سقب حين اي تهي قرشد دقال ايو خدد مهمة او الروشكا مركلا وكو خيام ايو عيدا مادا الدولاد دالك يوغرين فلان قياشو واحا اي تباحيا اما باي رقرغيا سيدا يوغو سهلن انكرتو إن موسكو واي مقالة دا سي ساقا بحضو آدابا محويا هاي قرشاها حاليسا هاي معقول كتاهاي إن دولاد الروشكو هاي مركاسي كاقات كاتو يقرين تاس اوي معقول تاهاي إن دالالك ريرقل بيت كونا أي كون نغطو والأوبوغا واني حد كهر ملتيري استعمالين تاسي واحي نغكر تاه دور سيابوت غوكل دون waxa kamida kow in ciidamada dawladda ruushku ay markii hore khiyaanad dagaal sameeyaan oo ay isugu markaas yaruursadaan dibadda magaalada marka ay ciidamada dalka yugeen ku soo wuruuraan magaalada isla markaana ay si toos ah u soo galaan in 4.90 ay ka maraan oo ay weerar xoog leh qaadaan go'doon giliyan markaas oo ciidamada Ukrain ee ku jira magaalada Kherson Kharkov la yiraado Kharkiv la yiraado iyaguna ay la mid noqon doonaan askarta ciidamada Ruushka ee askarta ciidamada dawladda Ukrain ee imka dhibaatada xoog leh ku haysto magaalada Mariupol si gaar ah warshada Azovstal la yiraado وانا معقول ان هالك اذا ماذا يقرين او كمانانا اي مودان ان روشكو وجابي ايوغونا اي مقالاذا يسكوصو قران مركض دنبانا البابد اللاوذو او اي وايان ميلايك بحان وانا خيدد دقالو علاسك اذلا حدي دولاد روشكو اي فلالك نوعا سو كلاتو اي فوليسو موسكو waxay awood u leedahay in gabi ahaanba ay go'doomiso oo sidii ay Mariupol u gashay si la mid ah ay sameeyso markaas oo dawladda Ruushku ay soo weyn uga gorgortimi karto hadafkeedana ay ku gaari karto isla markaana wada hadalada Ukraine iyo Ruushka u dhaxaya ee Mareykanka isagu hoosta ka hurinaya ay noqon karaan kuwa dhammaan boqodobada Ruushka uu doonaya in uu ka fashido Ukraine uu saamaxaya xitaa haddii aan loo ogolaan in gebi ahaantood la aqbalo toddobada ugu muhiimsan ayay Mareykanka reer galbeedka iyo ururka NATO ay la qidoonaan tilaabada kale ee ay dawladda Ruushku qorsheynaysaa waxay tahay in ay macquul tahay in Ukraine ay aan dhufteeda dib u liqdo ima kana ay u diyaar garowdo wada hadal muhiima oo dhabta taabanaya oo lagu labahoobayo dawladda Ruushka taasoo iyana ay macquul tahay si dawladda Ukraine iyo Ruushka isku aaminaan taladuna ay u noqoto mid muhiima in marka hore ay tahay Ukraine in ay neefsato oo dhowr magaalo loo ogolaado si iyaguna ay isuga qanciyaan ciidamadoodana ay niyad u helaan shacabka Ukraine deggan ay isaga dhaadhiciyaan in ciidamadoodu ay yihiin kuwa dagaalkii lagu soo qaaday dalkooda guulo ka keena haddaba si kastoo ay ahaataba waxaa jirto warar hoose iyo wada hadallo hoosta ka guuxaya iyo waanwaan aanay warbaahin joogayn iyo sidoo kale awlo kale oo soconaya ayaa ka jira gudaha dalka Ukraine.
دمان تود با ماها ورصها هلاكين ووحاي فلانقياشا يودون دلول حالد دلك يغريني دقالك كسعونيا اي هد كفالونيا وحانا لاس ويدينيا إناني حد جرين واحد ولد روشكا كو قسبي كرا إن لقلابا مقالو مهيما يساقب حدو يدواني جرين واحد قالا أو علوصو لغو هايو عيدا مذا موسكو سيكاستوهي هاتبا دلالك تركيغا فرانسيسكا جرمالكيو دلالك لو حلفهو سا وهندي كاميتها يغونا موجينيا حريرك صاحب تنمو اي لليهين مركاسي دولادا ودنك يغرينيو تنروشكا انتوبا هادي سيدا هادا فلانقياشو واشيغا ياناي معقول نغطو وذا هادل هو سنو جرو ديباتشدونا اي مركاتهاي متسي يارانيسا تاسي قدالا يا لغو غاندونا مدحينا ها ودنك يغرين فلادامير زينلسكي ايا تيرو دور مرا كوعل عليي ان او ديارو يهي هشيس ميردالا او مركا لغالو ودنك روشغا لكن وحا وارين تاسي كغا عوضي ان موسكو مركو راي موجيسو تلابوين لاقبالي كرو اي مركاسنا امو غداين روشكو ودا هادل فيليو ولا عاقو مهمسن اي وصو ويرارا يغرين اي تهي ان رير قلبيتك اي كسو دوادان اي ورورك ناتو ينتوبا تاسينا اي بلن قاديسو دولاد يغرين inkastoo qaramada midoobay ururo iyo ururo kale oo caalami ah hayn muddo ku hawlanaayeen wax ka sheegida iyo ifinta xaaladda dalka Ukraine haddana wali jawiga waa mid dagaal oo waxa uu muuqdaa wali in dagaal uu soconayo laakiin sida ay ku waramayaan ila wareedyada dhinacyada sirdoonka reer galbeedka lagu diray kuwa Mareykanka oo iyaguna xoga badan oo dheeriya ka haya hadda waxaa karkaraya wada hadal hoose iyo in xitaa Ruushka hadafyadiisa uu miiska soo saartay ay imika u muuqdaan kuwa ay reer galbeedku dhageysan karaan inka badan 32 kun ayay sheegtay dawladda Ruushka oo ka mid ah ciidamada Ukraine in nafta ay weysisay tan iyo markii dagaalku uu ka qarxay 24kii bishii February 2022 iyadoo dhaawacan uu inta ka badan yahay magaalada Ukraine ugu weyn ee Kiev la yiraahdo ayaa iyaduna inta badan burbur li xaal uu soo gaaray inkastoo madaxweyne Zelensky lagu amaanayo inuu yahay ahliyeyad keysi badan oo markii colaad jirtay aan dalalka dariska u dhoofin isla markaana qorsheeyay in uu ku hakado magaalada Ukraine ayaa isaguna baal dahab ah ka gelaya taariikhda waddanka Ukraine walow dadka khubarada iyo kuwa amniga ka faalooda iyo siyaasadda gobolka ba ay sheegayaan in madaxweyne Zelensky uu yahay hoggaamiyana fahmin dhibaatada ku dhici karta dalkiisa marka uu daansanayo amaba uusan garan karin colaad ka soo food leh nin xoog badan oo ay diris yihiin waxaa si weyn looga dhaleecaynayaa inuusan kaalin fiican ka qaadan dadaal badan oo uusan ku bixin sidii Ukraine loo deji lahaa ka hor carada Moscow ee ku soo duldhacday waddanka Ukraine qorshuhu iyo hoggaaminta rasmiga ah ee shacabka Ukraine u baahanayeen waxay ahayd in laga hortago gantaalada iyo madaficida Ruushka ka hor inta aanay ku soo daadan caasimada dalkaasi malaayiin reer Ukraine ayaa dalalka reer Yurub qaxooti kuwa iyagoo kuwa kalena hadda loo diiday gabi ahaanba inay dalka ka baxaan taasi waxay falanqeyaasha iyo kuwa wadanayadu ay ku fogaatay ee reer Ukraine ay ku sheegayaan in Master Zelensky uu shacabka Ukraine ka galay qalad taariikhiya